سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل إلغاء تفعيل مساعد الاتصال على تطبيقكم تروكولاير. قم بالضغط على تطبيق تروكولاير، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على المكالمة. بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على مساعدة الاتصال. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل مساعد الاتصال. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.